بداخله محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه رعايانا الأوفياء المخلصين سكان جهة الدار البيضاء سطات. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد، فرعي الإيمان به لجهتكم من كبير عناية وشديد اهتمام، ولما أحطناه بها دائما من متوالي الرعاية، فقد اقتضى نظرنا السليم أن نولي واليا عليكم وعاملا على عمالة الدار البيضاء خديما الأرض السيد محمد مهيديه، لما نعلمه فيه من ولاء لشخصنا وتعلق بعرشنا وعرش أسلافنا، ولما نعرفه فيه من قدرة على الاطلاع بالمهام التي أسدناه إليه وأنطناها بعهدته، فنأمره أن يسعى السعي الذي لا يفتر ولا ينقطع لتطبيق ما نرسمه من خطط ونتخذه من تدبير لفائدة جهتكم وتحقيق أهدافنا ومقاصدنا لصالح سكانها، كما نأمره أن يرقب أحوالكم على الكتب ويعنى بصغيرها وكبيرها ويسهر على شؤونكم سهرا تتوالى به ما نريده لكم من نعم سابقة وسعادة شاملة في الحال والمآل. وفقه الله وأعانه وسدد خطاه وسلك بكم جميعا أجمل المسالك وهداكم كافة لأقوى السبل وأحسن الطرق، والسلام. حضرات السيدات والسادة، أتشرف اليوم بترخص مراسيم حفل تنصيب السيد محمد مهيديا الذي حظي بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث تفضل حفظه الله بتعيينه واليا على جهة الدار البيضاء سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء. السيد والي الجديد من خيرة الأطر التي راكمت تجربة مهمة خلال مسارها المهني، إذ سبق وأن تولى مجموعة من المسؤوليات بوزارة التجهيز قبل أن يحظى ابتداء من سنة 2002 بالثقة الكريمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحيته الذي عينه عاملا على عمالة صخرة مار، ثم واليا لجهة سادة حسين متوناش مراش سنسيف الحوث والجهة الشرقية، ثم الرباط سنة القنيطرة، ثم واليا لجهة طنجة سدوات حسيمة ابتداء من سنة 2019. وإن على يقين تام بأن السيد الوالي سيكون في مستوى المهام الملقاة على عاتقه من خلال العمل الجاد والإخلاص والتفاني في الاتضاع بالمسؤوليات المناطة به. وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بالعمل الذي قام به السيد سعيد مدوش قيلة توليه المسؤولية على رأس ولاية الجهة، والتي أبان خلالها عن حس وطني عالي وكفاءة كبيرة في تدبير الشأن العام. اليوم كما لاحظتوا تشرفنا بالحضور إلى حفل تنصيب السيد الوالي الجديد الذي تم تعيينه على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى، والذي حظي بالثقة المولوية الشريفة على كفاءته وعلى طبيعة الحال على عمله الدؤوب وعلى جميع يعني المشاريع والأوراش التي نجحت على أيديه وبمساهمة منه، فهو يعتبر بطبيعة الحال قيمة وطنية تدبيرية كفاءة عالية على مستوى تدبير على مستوى الدار البيضاء، فهنيئا له بهذه الثقة ونتمنى له كل التوفيق والنجاح. وكذلك نشكر السيد الوالي سعيد حميد دوش على يعني المهمة التي قام بها على مستوى الدار البيضاء وعلى تعامله مع جماعة الدار البيضاء ومنتخب جماعة الدار البيضاء بصفة عامة، ونجدد كل يعني التوفيق والنجاح للوالي الجديد
وكمنتخبين جماعة الدار البيضاء وكرئيس مقاطعة يحيى حسني، فإننا طبيعة الحال سنكون رهن الإشارة ديال التعامل والتعاون الحقيقي على مستوى مدينة الدار البيضاء من أجل يعني إعطاء لمدى الدار البيضاء يعني انطلاقة حقيقية وكسب الرهان على المستوى التنموي وجعل مدينة الدار البيضاء في المواعيد المطلوبة منها دوليا، خاصة على الموعد الكروي الدولي على 2030 وكذلك 2025 كأس إفريقيا وكأس العالم. فهذه المحطتين يتطلبان منا طبيعة الحال برفع التحدي من أجل خلق جميع المشاريع التنموية وإخراجها للوجود، وكذلك تأهيل مدينة الدار البيضاء على مستوى البنية التحتية، وتأهيل كذلك مدينة الدار البيضاء على مستوى البنية ديال النقل والتنقل والسير والجولان، وكذلك تأهيل مدينة الدار البيضاء على مستوى الإنارة والبيئي، كذلك على مستوى التشجير والبيئة، وكذلك تأهيل مدينة الدار البيضاء على مستوى المشاريع التنموية ذات طابع القرب التي ينتظرها مجموعة من شباب وشابات مدينة الدار البيضاء بصفة عامة، لأن مدينة الدار البيضاء تستحق بنا فعلا مشاريع تنموية كبيرة، وهي طبيعة الحال هناك مشاريع برمجت وهناك مشاريع التي تم إنجازها، ويجب استكمال المشاريع الأخرى واستكمال المحطات الكبرى على هذه في هذه يعني بخلال هذه المجالات التي ذكرت سابقا. وشكرا لكم والتوفيق والنجاح لهذه المدينة ولساكنة مدينة الدار البيضاء جميعا. حضرنا اليوم العملية ديال تنصيب السيد الوالي الجديد اللي حضر إلى جانب السيد وزير الداخلية اللي أعطى خطوط عريضة بالنسبة لتنمية مدينة الدار البيضاء. احنا مقبلين على مجموعة ديال المحطات إن شاء الله 2025-2030 كأس العالم. فاليوم السيد الوالي بالحنكة ديالو والتجربة ديالو اللي غادي يقدم لهذه المدينة لأن هي القاطرة ديال المغرب واللي كنتفائلوا فيه خير. احنا أولا كسياسيين اللي خصنا نديروا الليد في الليد معاه ونتعاونوا معاه في هذه المهمة الجديدة اللي كنتمناو هي صعيبة شيئا ما، ولكن بالتجربة ديالو بالكفاءة ديالو أكيد غادي ينجح فيها، وربما غنشوفوا مدينة الدار البيضاء أخرى إن شاء الله مقبلا، وتالبيضاويين غادي تبان لهم واحد التغيير ملموس إن شاء الله.